تواجدوا في هذا الموقع ديال الشارع خالد ابن الوليد اللي كيدخل في صدد الاشغال الصفقه رقم 3 بي اس على 2023 وهي اشغال المتعلقه باشغال الاناره العموميه في هذا الشارع هذا. حنا الان بصدد بدايه هذه الاشغال يلاه في مرحله الحفر كما كنتسناوه كنتسميوه في لي ترونشي نورمال باللغه ديالنا. الاشغال هي كما كتشوفوا هي غادا بواحد الوتيره اللي هي مرتفعه تبارك الله الحمد لله. حنا يلاه دابا اليوم الثالث في الاشغال. حنا وصلنا دابا النسبه تقريبا ديال 40% من في النسبه ديال الحفر. وبالنسبه لهذا الشارع غادي يكون فيه واحد النوع من واحد العمود من النوعيه الممتازه اللي تبارك الله الحمد لله. الان مدينه القصر الكبير كتعد هي ثاني مدينه الذروه هي المدينه الثانيه في المغرب اللي تحط في هذا العمود بعد مدينه القصر الكبير. لا تحط في هذا العمود اللي كاين في هذه الصفقه هذا عمود من نوعيه ممتازه فيه واحد سميتو واحد المصابيح من نوعيه الليد اللي تابعه لواحد الموديل اللي تسمى فيستيل وفي واحد لي بوينت ليمينوز واحد خمسه ديال لي بوينت يبان لك الكونديلاب واقف وهابطا مع واحد خمسه ديال لي بوين زرق تيكونوا في اللون الازرق يعني كيعطي واحد الجماليه لهذاك العمود. وعاد ان بوينت ليمينوز الفوق كيكون وحده لجهه الشارع ووحده لجهه ديال هذا الممر الرجالي اللي هنايا. الحمد لله ما تكلفناش اكثر من شهر ان شاء الله في شهر انه شهر يكون هذا الشارع هذا الشيء كامل ان شاء الله بحول الله. احنا خدامين على الاشغال بيدينا يعني الدروه هذا الشيء كلشي كيرجع لفضل الرئيس والمجلس باكمله. وبالنسبه راه ما كاينش غير الاناره الحمد لله راه كاين مستوصف حتى هو الوجود كاين صاحب المطافي كاين سيدي مستعجلات كاين سيدي البوليس هو ان شاء الله راه هو غادي يكون والحمد لله رحنا بشويه بشويه. ما بالنسبه للدروه ان شاء الله راه تكون مدينه الانوار هذا راه غير شارع خالد بن الوليد هو اللي بدينا فيه ان شاء الله واحد بحال قلتي بحال واحد التجربه عاد غنزيدوا لقدام ان شاء الله. الحمد لله فرحان الساكنه لان الانسان فين كيبغي هو الامان ديالنا راه هو ما غنشكروش يعني اللي الرجال الدار حتى هما دايرين اكثر من الجهد ديالهم ولكن الحمد لله راه الدروه راه كبرات لا في عمرانيان ولا شنو خصنا الامن ضروري من الامن وان شاء الله راه غادي يكون الحمد لله قلت لك الامن غيكون المستعجلات اي حاجه غتكون هنا من بعد ان شاء الله غادي يكون توا نيشان الطوبيس توا ان شاء الله الحافلات ديال النقل توا غادي يكونوا الحمد لله راه كلشي غادي يكون ان شاء الله مزيان هنا في الدروه. المشروع كيهم تركيب الاعمده والاسلاك بشارع خالد بن الوليد. هذا الشارع هذا اللي كيتواجد وسط المدينه واللي كيفتقد الاناره العموميه ارتاء المجلس برئاسه السيد كمال الشرقاوي الى الاهتمام بقطاع الاناره العموميه وذلك من خلال برمجه مجموعه من المشاريع اللي كتهم اصلاح الاناره العموميه وهذا كيتماشى مع المخطط اللي عطاته الدوله ديال خفض استهلاك الكهرباء. لي كونديلابر اللي غيديروا هنايا لي كونديلابر ديكوراتيف دوبل كروس مع تركيب مصابيح ليد ذات الجهد المنخفض كتشتغل فقط 121 واط عوض اللي كاينه حاليا اللي كانت كتوجد في الشارع 250 واط. اول حاجه الهدف هو تخفيض استهلاك الكهرباء اللي كيتقلكه الجماعه وثاني حاجه هو اعطاء جماليه ورونق لهذا الشارع هذا.